فكرة العربية الرمسيس بدأت سنة 1958، كان الدكتور عزيز صدي هو وزير الصناعة، تقدم إليه شابين جورج حاوي وضابط اسمه عصام أبو العلا. الشابين دول تقدموا إلى الدكتور عزيز صدي بفكرة صناعة سيارة مصرية، واختاروا لها الاسم من الأول إنها تكون رمسيس. اللي حصل فعلا انه سنه 1958 تقدموا بعربيتين، هما في الواقع عربيتين من اصل انجليزي، ماركه اسمها فريسكي، كان بدا انتاجها على نطاق صغير في انجلترا. اخذنا العربيتين وخدنا معانا ميكانيكي سيارات، يعني كنا اربعه كل اثنين في عربيه، وبدانا الرحله بتاعتنا من اسكندريه الى مرسى مطروح. للأسف الشديد إنه تقريباً في نص السكة عربية منهم عطلت، واضطرينا نسيبها، ما كانش معنا قطع غيار وبتاع، فاضطرينا نسيبها في أحد القرى هناك، وكملنا بالعربية التانية إلى مرسى مطروح. قدموا بعد كده نموذج تاني لعربية أصلاً ألماني من شركة NSU، كان عربية اسمها برينس. بالتالي اتفق على البدء في تجميع أو إنتاج هذه السيارة. تقدموا هم بطلب أرض، الدولة اديتهم أرض في بداية الطريق الصحراوي القاهرة اسكندرية، وبدأوا ببناء المصنع. وتشجيعا لهم الحقيقة وزارة الصناعة كلفت الهيئة العامة للتصنيع اللي كانت تابعة الوزارة ذلك الحين أن تتعاقد معهم على شراء 200 سيارة. أذكر أن سعر السيارة كان في حدود 200 جنيه، وأنها تدفع لهم ثمن ال 200 سيارة دي مقدم لمعونتهم ماليا في تنفيذ هذا المشروع. وانتقل الوزير بعد ذلك لزيارة شركة السيارات المصرية التي عرضت سيارة الركوب رمسيس أحدث إنتاج الشركة. معنا الأمل وثورة عمل، تعلي البنى من هنا للصوان من هنا للصوان. بدأت العربية تنزل في السوق، والحقيقة من واقع الحماس الوطني العربية في الأول لقت إقبال، وكان في حتى ويتنج ليست يمكن في الاول. انا حساس جدا لكلمه شعبيه. ليه؟ انا اتكلم بمنتهى الصراحه، ما هو متوصل الدخل القومي للفرد في مصر؟ ما زال منخفض جدا. فلما اقول عربيه شعبيه لازم تكون في مستوى كل مواطن. انا بعتقد لابد من الاول على العمل على رفع مستوى دخل الفرد عشان اسميه عربيه شعبيه. انما اقدر اقول عربيه قوميه. كانوا بيركزوا على تصنيع الجسم على استنباط خشب وبطريقة يدوية مش آلية، يعني ما كانوش عندهم مكابس. والمصنع كان بينتج ما بين 5 إلى 6 عربيات في اليوم. طبعا إذا قارنا هذا الموقف بالصناعات السيارات العالمية نلقى أنه ده كان بعيد كل البعد عن أي صناعة عالمية، لأن أي مصنع عالمي بينتج 3000 سيارة في اليوم. إنما دي كانت محاولة لإنتاج سيارة بأقل استثمارات ممكنة. أي جسم سيارة عشان يصنع على مكابس بيحتاج لاستنباط غالية جدا، يعني في ذلك الوقت في الستينيات كان تصنيع موديل أي سيارة يحتاج لاستنباط لا تقل ثمنا عن 12 مليون دولار في ذلك الوقت، ممكن النهاردة تضاعف هذا الرقم. وبالتالي كان بيستخدم الإنتاج اليدوي، الإنتاج اليدوي بيأدي العمل الزاوية الحادة دي. هي صناعة السيارات لها ميزة كبيرة جدا الحقيقة، إنها بتشغل عدد كبير جدا من المصانع حواليها. ليه؟ السيارة فيها حوالي 10,000 مكون، المصنع نفسه بيصنع عدد محدود جدا من المكونات، وبيعتمد على موردين خارجيين في توريد هذه المكونات. فكانت الفكرة في إنشاء مصنع سيارات هو إنه هينشأ تلقائيا جنبيه عدد ضخم من المصانع المغذية، يشتغل فيها عدد ضخم من العمال.
كذلك بعد إنتاج السيارة بتيجي محطات الخدمة، ودي أيضا بتتيح فرصة كبيرة لتشغيل عمالة. إذن صناعة السيارات من الصناعات اللي بتعمل ترويج كبير للصناعة. 61 بدأت شركة النصر سيارات، وانشئت في ذلك الوقت وبدأت تنتج السيارات الفيات. طبعا كان بقى على طول وضح يعني الفرق كبير جدا بين السيارة الفيات اللي هي بقى معمولة بالطريقة السليمة وبترخيص من شركة فيات وباستثمارات ضخمة. فلما نزلت السوق السيارات الفيات، وكانت أول ما نزلناها نزلنا العربية 1100 بسعر 700 جنيه، ابتدأ الإقبال على عربية الرمسيس ينخفض فورا. طبعا بعتبر السيارة الرمسيس هي السيارة التي أعطت الشرارة الأولى، التي حمست مصر ونبهت مصر إلى صناعة سيارات الركوب، حققت أحلام كثير مصريين في البداية. إنما للأسف لم تنتج سيارة بمعنى الكلمة. لم يحزن أحد على السيارة الرمسيس، تناسى أبي إعجابه المدهش بها وباعها فور تأسيسه لشركته الخاصة. قال إن عهد الإخلاص لسيارة واحدة قد انتهى، ويجب أن نتعود على ألا نتعود.